من وادي القمر، من وادي رم وهالمناظر اللي بتاخذ العقل، بدنا ننتقل من جديد لرعد الرقاد بمحافظه معان لواء شوبك ونتعرف على تفاصيل كمان احلى واحلى. يعني هلا انا قبل شوي خطفت نظري على الوضع عند رعد واجواء بتجنن. رعد صباح الخير. نعم صباح الخير لك الكساندرا من جديد، وايضا صباح الخير لكل مشاهدينا الكرام. يعني من شو رايك بالمناظر يا الكساندرا؟ الخلل والازهار، هلا ايش بدك تعرفنا؟ انت شو شايفه؟ كيف شايفه المناظر اللي انا موجود عندها الان؟ شايفه شيء بشهي، يعني فتحت نفسنا اليوم رعد. يعني بعدين هلا انتم رح تاكلوا، بس احنا المشكله هون بالاستوديو والمشاهدين. مطولين بإيقاف يوم الجديد، راح نفتح نفسكم كثير بهاي المنتجات الجميلة. مطولين يا ألكساندرا. واضح واضح، بس أنا بالتأكيد إنه التفاصيل عندك راح تكون بتجنن. بدنا نقول كمان للسيدات الموجودين معك يعطيهم ألف عافية، ورح نترك لك الهواء أكيد مع السادة المشاهدين حتى ما ناخذ كثير وقت يمكن. أكيد. شكرا شكرا ألكساندرا. طبعا مشاهدينا الكرام صباح الخير لكم من جديد بقافلة يوم جديد. اليوم احنا تعمدنا ان نسلط الضوء على نشميات بلدنا الحبيب، وتحديدا من نشميات لواء الشوبك من منطقة الزبيرية. وبلدة الزبيرية يعني سميت باسم الصحابي الجليل الزبير بن عوام، يعني نام بهذه المنطقة بهذه البلدة الجميلة جدا لمدة 3 أيام، طبعا على إحدى الروايات الموجودة في هذه البلدة. طبعا بدي أصب على نشميات لواء الشوبك. أم قصي صباح الخير. صباح النور، حياك الله. طبعا أنا ما حكيت للمشاهدين شو قاعدين بنعمل، أنا حاب أنتوا توصلوا الصورة اللي أنتوا الآن قاعد تعملوا فيها. والله إحنا بنعمل جميد. يا سلام. نصنع جميد ونصنع لبن وسمن وزبدة. يعني ليش صار لك أم قصي تعمل الجميد والزبدة واللبنة؟ والله أنا أول مرة يعني أعمل مع أم ثائر. أول مرة. أنت قديش صار لك أنت بهاي المهنة؟ إن يعني أول مرة أعمل إلي شهرين تقريبا. شهرين؟ شهرين يعني من سيدات مجتمع لواء الشوبك. شكرا لك ام قصي، يعطيك العافيه. العفو. طبعا اكيد انا بدي هي قصه نجاح لسيده اردنيه، سيده موجوده في لواء الشوبك، سيده انتاجيه معطاءة لبنات المجتمع، وايضا يعني احنا زي ما حكينا بجوز سواعد هاي النشميه ربت وعلمت ودرست اكيد لنصنع رجال ليخدموا هذا الوطن الحبيب. طبعا معنا خيريه الهبابه ام ثائر، صباح الخير ويعطيك العافيه. صباح النور. صباح النور، اهلا وسهلا فيك. يعني بالبدايه احنا اسفين جزء ازعجناك اليوم عن عملك، ولكن احنا حابين نعكس صوره المشروع البسيط في بيتك، مشروع انتاج الجميد البلدي وايضا اللبن البلديه وايضا السمن. نعم. متى بلشتي بهذا المشروع؟ انا لي 17 سنه بشتغل في هذا المشروع. من خلال المشروع عملت مشروع دواجن في منطقه ابو مخطوب. أنا راح أسألك عن المشاريع المستقبلية، ولكن أم ثائر تحكي لنا عن مشروع الجميد في منطقة زبيرية، هل هناك ترويج لهذا الجميد؟ أكيد أنا معروف عندنا بالأردن الجميد الكركي، ولكن أيضا في كافة محافظاتنا بيصنعوا الجميد الأردني الأصيل، ولكن أم ثائر كيفية صناعة الجميد في منزلكم المتواضع؟ أول شيء أنا بستقبل الحليب من المزارعين، يعني بحاول إني أساعدهم مشان ما يكبوا حليبهم. فإلي 17 سنة بوردوا إلي جماعة يومي 400 كيلو ل 350 كيلو. 17 سنة. نعم. دربا معي أو دربت حوالي 9 سيدات وفتح المشاريع في نفس المنطقة. نعم. اللبن اللي بصنع اللبن، السمن البلدي، اللبنة، الجميد زي ما أنت شايف هيو. وعلى عن طريق الحجز، حجوزات، أنا ما بشتغل يعني هيك. ناس بحجز وانا بعمل له وبنودي له وين ما كان. الحليب بلدي واللبن بلدي، كله بلدي. حليب انعاج. طبعا من شيح وقيصوم لواء الشوبك اكيد الجميد البلدي. ام قصي ام ثائر عفوا، تحكي لنا عن مشاريعك المستقبليه كسيده مجتمع محلي في لواء الشوبك وفي بلده الزبيريه. انا المشروع انا بعد اذنك بدي اوقفك، انا بدي عن الشغل وبدي اذوق، انا حاب اذوق صراحه، صارت نفسي على الاكل. والله يا هلا اهلا صحتين وعافيه. احكي لنا عن المشاريع. المشاريع زي ما بديت لك اني 17 سنه اللي قايمه في المشروع اللي موجود امامك. من خلال المشروع هذا عملت مشروع دواجن بياض. نعم. هسه عندي دواجن بياض منتجه، ونزلت قبل شهر نزلنا صوص 7000 كمان في المزرعه الثانيه. نعم.
هسه طموحي اني بدي اعمل مصنع كرتون للبيض. يعني انا سمعت انه في عدد تدوير مصنع بيئي لكرتون البيض في منطقة الشوبر. إن شاء الله، يعني هذا أنا هسه قائمة بدراسة هذا المشروع. رسالتك أنا بدي رسالة منك الآن مباشرة إلى كل نشمية أردنية في كافة محافظات مملكتنا الأردنية. أنا بشجع كل سيدة اللي ما بشتغلن، يعني اللي سيدات البيوت إنهن يعملن الأعمال هاي. يعني في ناس بيعمل الجبنه، في ناس بيعمل الشراك، في ناس بيعمل الجميد. اول شيء بسبب يعني في مردود للدخل، بعدين بتساعد الناس، بتامن بيتها من جميع الله يسلمك. شكرا ام ثائر ويعطيك الف عافيه، وشكرا الريحه الطيبه والنفس الطيب. طبعا مشاهدينا الكرام، اكيد انا مبسوط جدا من نشميات هذا البلد. زي ما حكينا اكيد مش بس الجميد، هناك السمن وايضا اللبن وايضا كل شيء بلدي موجود في منطقه. معك انا زياد، معك لا تخاف. طبعا اكيد بدي التقي مع ام عدي الهبهبه، ايضا ناشطه في بلده الشوبك، ناشطه اجتماعيه مع سيدات المجتمع بتروج هاي المنتجات. ام عدي صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. الله يعافيك، اهلا وسهلا فيك. يعني احنا ازعجناكم اليوم بلواء الشوبك، ولكن واجبكم علينا كنشميات هذا البلد. تحكي لنا ام عدي عن واجبك كاهل منطقتك ونشميات منطقتك. اول شيء بصبح على المشاهدين، بحكي لهم صباح الخير عبر برنامج يوم جديد، وانا بشكركم جدا على هذه الزياره الطيبه اللي جيتوا فيها على الشوبك، وتفقد سيدات الشوبك المبدعات المنتجات. وحقيقه هناك في قصص نجاحات كثير، يعني شفت ام رعد، ام ثائر، ام قصي، ولسه كمان في قصص نجاحات لستات كمان بجوز الاعلام ما فتح لهم المجال اليوم انهم يظهروا في هذا البلد. جزء الاردني اكيد فتح المجال دائما، ونزور المكان اليوم لاجل الانسان والمكان. الحمد لله. حقيقه ام ثائر هي من السيدات المنتجات في المجتمع، زي ما سمعت قبل شوي، هي توفر فرص عمل. يعني هي ليست أنانية في العمل، بالعكس هي قاعدة بتعلم البنات عشان هم يروحوا كمان على بيوتهم يشتغلوا وتخلق لهم فرص عمل جديدة. كمان هي بتساعد المزارعين في رفع مستوى دخلهم، يعني أنت بدل ما تكب الحليب وتحتار وين توديه، لا، أم ثائر بتأخذ هذا الحليب وبتصنعه وبتبيعه بأسعار مناسبة للمواطن الأردني، بحيث أنه كل واحد يقدر يجي ويشتري. أنت لاحظ هنا الأشياء الزاكية. أنا شفت كمان أيضا عشبات طبيعية، يعني عشبات طبيعية من لواء الشوبك. هذا العشب طبعا كلها من اعشاب الشوبك اللي بتشتهر بالشيح والقيسوم والبعيثران والبابونج. فلاحظ كمان في هنا في عندنا لبن اصفر، هذا في ناس انا هون ما بقدرش اقاوم. انا هون يا اخوان، اخوان والله ما اقدر اقاوم هون. يعني أم ثائر فنانة فيها من أجود سمن بلدي أكيد، يعني سمنة ممتازة. ليش؟ لأنه كل الأعشاب اللي شايفها هاي بتنحط على السمنة وريحتها طيبة وزاكية. أيضا هون اللبن الأصفر، لاحظ هذا في ناس بحبه كثير على الشاي، اللبن الأصفر اللي أنت صبح مرات يجي على بالك كاسة شاي بتوكلها مع الشاي، بيختلف عن اللبن الأبيض الموجود عندك. برضو كمان أم ثائر يعني عندها المخيض أيضا، وفي الزبدة كمان بتشهي كثير زاكية. يعني زبدة بلدية، سمن بلدي، لبن بلدي، يعني كل شيء بلدي موجود. تفضل. طبيعة الشوبك هي منطقة زراعية بحتة، لذلك كل المشاريع الإنتاجية اللي عند السيدات بتنعكس على بيئتنا. يعني مثلا إذا تعمل مربيات، هذا كله من الفواكه الموجودة في الشوبك. بدنا نعمل مثلا الألبان برضو كمان من الشوبك، فكل شيء عندنا زراعي. عدي بدي رسالة منك الآن كنشمية أردنية في لواء الشوبك لكل مشاهدينا الكرام. بحكي لكل الستات اللي بيشاهدونا، يعني مش بحكي كمان لستات الشوبك، ستات الشوبك حتى اللي عايشات بعمان، لاحظ كل الأردنيات والنشميات حتى اللي بيعيشوا بعمان، طبيعة المنطقة بتنعكس عليها. حتى وهي في عمان تلاقيها بتعمل مربيات وبتشتغل لأنه البيئة مأثرة عليها. لكن رسالتي لكل ست الآن بتشاهدني على التلفزيون الأردني بكافة بقاع الوطن العربي، إنه إحنا دائما يكون عندنا حب العمل ونكون سيدات منتجات، وما يعني ما نتكل على الراتب في نهاية الشهر، ونحاول إنه نساعد الرجل ونرفع من مستوى دخل الأسرة. وكل واحدة منا أكيد في عندها شيء معين هي مبدعة فيه، فإحنا ما نقف دائما، لازم نشتغل ونتحدى ثقافة العيب بكل شيء. وبتمنى كل الستات الآن اللي يعني يصيبهم الآن يعني شحذ الهمم، أنا بحكي لهم أكيد همتكم عالية يا نشمية. همتنا العالية بهمة سيدنا الحمد لله، والله يديم هالبلد وديم سيدنا على روسه إن شاء الله جلالة الملك عبد الله الثاني، الله يطول بعمره. وإحنا الحمد لله يعني بنعمة الأمن والأمان، هذا كله انعكاسات الأمن والأمان الحمد لله. شكرا والله. شكرا أم علي، يعطيك ألف عافية. طبعا مشاهدينا الكرام، يعني أنا مبسوط جدا بهذه هذه المناظر الجميلة. صبونا
كاسة لبن مخيط يا اخوان. معاذ صب لنا كاسة لبن. يعني انا مبسوط جدا بقافلة يوم جديد موجود معكم من لواء الشبك منطقة الزبيرية. طبعا بدي اشكر ابو ثائر الهبهبة صاحب المنزل اللي استقبلنا ايضا عند ام ثائر، وهذا مشروع الناجح اكيد من دعم رجل لسيدة اردنية ونشمية اردنية. بقافلة يوم جديد بهديكم كاسة هاللبن هالشنينة الرائعة جدا. طبعا راح ارجع لزملائي في استديو برنامج يوم جديد، ولكن انتظرونا يومي غدا وباقي الاسبوع من محافظات الجنوب والوية الجنوب، راح نكون معكم بتغطية مباشرة ومناظر ومواضيع جدا شيقة. خليكم معنا. كل الشكر رعد الرقاد، وأيضا تحياتنا لمعد قافلة يوم جديد لليوم محمد العوايشة والمخرج معاذ جحاوشة. شكرا لكم على الأجواء الجميلة اللي وضعتونا فيها، سواء عم بتفرجونا مناطق المملكة وأيضا الأجواء الإيجابية اللي عم نشوفها من النشميات. يعني تحياتنا لأم ثائر أم عدي على الأيادي البيضاء اللي عم بتحاول تكون فعلا منتجة للبلد والمجتمع، وتدر دخل كمان لبيوتهم. وعم نشوف يمكن طموح بكلمات ام ثائر عم بتحاول انها كمان تعمل مصنع كرتون. هاي الروح اللي احنا بدنا اياها، هاي الروح اللي موجوده اكيد بسيدات المجتمع. ففعلا تحياتنا لكم وكل الاحترام والشكر لكم. ان شاء الله يا ربي الله يعطيكم الصحه وطوله العمر وتقدروا فعلا انكم تقدموا. وهذا هو تمثيل وجزء كثير كبير من تمكين المرأة اقتصاديا، واللي بتسعى كل سيدة انها توصل لإله. فتحياتنا لكم. عم نشوف يمكن لساتنا مشاهد من عمل اللبني، من الحليب البلدي والجميد. عم نشوف منتجات كتير كبيرة مثل السمن وحواشة السمن.